يا حبيبي الله، يا حبيبي يا الله، كلنا تحت الهوى وكلنا سوا، كلنا سوا في هالمساومة والمساواة. ما فيني إلكم شو بفرح بس كون نهار الأحد وبدنا نتواصل كلنا مع الواحد الأحد. اللي قدر يشوف اليوم مريم نور على التلفزيون، أنا سكرت، مش مريم اللي عم تحكي، كلنا الوجود عم يحكي من خلالنا، ونحن سيول بإيدي. خلقت الخلق لأعرف، ليش في حرب يا أخوتي؟ ليه في دمار؟ ليه في سرطان تقريبا لكل جسد؟ أمراض كثيرة. نحن السبب، أنا السبب، وأنا المعاقة، أنا ضعفي ما بقدر أشوف معاقي، أنا المعاقة، هني معافين عافيهم الله، بس شو السبب؟ انتبهوا، إذا عرفنا السبب واحد عجب. شو عم ناكل؟ قل لي ماذا تأكل؟ قل لك من أنت؟ قل لي من تعاشر؟ لك من أنت؟ تروق ترويقة ملك، وتغدى غدا أمير، وتعشى عشا حمير. دخيلكم يلي ما عنده كتاب الحمار، قولولي خلصتم امبارح هالكتاب، هو قديم الكتاب بس هلا بخط ايدي حطيته، حطيت له ستيكرز ومن قلبي هيك. وانا بحب ابقى بأمة العرب، عم بيطلبوني برا شرق غرب ونخاص بأمريكا، لانه كان بدي لا، انا امي وبيي، امي خلقت بلبنان وماتت بدوما، وانا بحب كون بدوما لانه عندي خي بالروح اسمه مروان عبود، جاري ببيروت، هو قاضي. ما فيني لكم هالقاضي فاضي من كل الغبار اللي بالقلب واللي بالفكر واللي هيك، يحيي العظام يا رميم، ما عنده فرق، مسلم مسيحي بيرقص الحقيقة. عشان هيك رح بدوما شوف إلى كم يوم شو بصير. وداعا أيها الجهل، العودة إلى العقل مع العسر يسر، كل ما نتعلم من أي مقام مع الحي القيوم. خبرتكم أنا عمري 27 وعم في المستشفى، وجا واحد جاب لي كتاب كمان جملة، صح أنت اللي بقى لي عملية بكرة. من وقتها تعرفت على موسى الصدر وسميني مر مر ويمنو، إشارات هالناس المستنيرين، مش واحد، الواحد اللي ضوى قنديله صار المصباح هو المشعل هو النور، وده قال كلكم نور بس مش شايفين. قال له بيو انت ملك، انت ابن ملك وهلا امير وهيك، وصرت شحات وفقير. قال له كنت فقير يا بي، طلع بعيوني، هلا انا ملك وامير، اجعلني اميرا على البصره. قال له البصره تزول، اجعلك اميرا على بصيرتك التي لا تزول. يا حبيبي انت، يا حبيب الله، يا كريم يا روح الله. بعدنا من آدم وحواء عم نقتل بعضنا، شو السبب؟ نكون مع الشر أو مع الخير، من عمل مثقال ذرة خير أو ذرة شر. ليشك قوي يا شيخ؟ تركت هالدنيا والحلف الله. قال له أنت الأقوى، أنت تركت الله والحلف الدنيا. هلا يكتبوا قلبنا من القلب للقلب، اسمه انتبهوا الشر، الشر موضة. يا حبيب قلبي هيك حطيت هالكلمة لأنه ما عم شوف إلا الشر، ما فيني أطلع من البيت، شحادين وشرائط وهيك وهيك، وبسبب فيني أطلع بحدا، ما فيني ردع حدا، كلها سرسرة وسؤالات سخيفة. ما فيني إلكم أسئلة العرب، تكتب الإنجليزي gossips or gospels. هلا رح تكتب العربي 111 كتاب اليوم شفت عندي باللغة العربية، واحد واحد واحد. إذا كتاب واحد بلغ أي صفحة يا صفحة بق البحصة، هاي الحرية إنك تكون نفسك، تتحقق من أنت، لماذا أنا هنا؟ مش نحن أنا، أنا نحن، لا، أنا نحن استقرار، بس نحن أنا كمان استقرار، أنا أنا. إنا شفت هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا. يا
مين ما اطلعت بعيونه وانا بشوف مريم، انت مرآة لإلي. بس كنا عايلة وحدة، نعم، وكلنا مسجد معبد وهيكل واحد، نعم، وهني تبت سيدنا إبراهيم، ستنا هاجر، زم 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 ماي زمزم. إذا انتم مش عم نحكم ونغير النوايا، إنما الأعمال يعني كل نغير النوايا. بعدين سمعت الجاي إن شاء الله كيلاني عم بيقول لي رح يكون عندنا هون إذاعة وتلفزيون، يعني شوفوه طلع بدو كأنك تلفزيون، لأنه ما بقى لنا الشاشة اللي كلها شاشة وبقى شاشة مش إبادة. هذا الزمن نتعلم يا أخوتي، كتب من قليل الأدب، إذا عضك الكلب عضه يعني إذا دوره الكلب برا ما بفوت على البيت بغير مجرى الدم. بس نحن العرب ما بنقرا، اقرا ايها العربي، عملنا هي يهودي هيدا مسلم هيدا ارمن هيدا مسيحي هيدا سني هيدا شيعي، نحن عائله قوميه وعائله ملكيه. لا قلم ولا ورقه، يعني انا بسكر بس اسمع. هل انا نعم النيه الكونيه فيك وفيك النوايا. مرة الخزافي قال لي وليه، قال له ايه عفاك تعرف، قال لي وليه يعني يا ولي، وليه يا ولي، وليه يا ولي، قال له انكبوا كتاب الأخلاق، ماتوا كتاب التوراة على القلب، بس ما بقى فيه القتل الحلال، ما بقى فيه الموت الصحيح. انتوا بعضنا ومعض بعضنا وضدكم، ما بنعرف نعرف نفسي. عرف لمن عرف أنه لا يعرف شيئا وغابت عنك أشياء وأشياء، وما أوتيت من العلم إلا قليل. كل لحظة يا قرة، والعلم مثل النهر. الله، أنا وقت بالأردن أحس حالي بلبنان، لهجتهم وصوتهم هيك دبارة، كل شيء كرم. أنا رحت ضغطها وضغطهم، إذا اشتدت عليكم المحن عليكم الشامي وباليمن. حبيبي على اليمن، كلنا عائلة ملكية وكلنا عائلة واحدة، لكن لازم نشيل الجهل. الله حق، نعم، الجن السحر والشعوذة أنا أتعلم منه. كيف بدي أتعلم إذا ما في صح وغلط؟ عشان هيك حبي اسأل أنا مين في حدي نكون سوا. أنا إلي جمعة ما بقدر أخبره، تقريبا ما ولا ما يقول شيء أبدا، لأن عيشي بفرح. وقال لي واحد فيه ما تحيك اللي بتحبيهن ومتكلي عليهم وما بتحبي شيء معهم وهيك، ما تبعت إيميل. لا له ما بعرفني، ما حدا سأل عني، سعدت ماديا معنويا وروحيا كلهم. فإذا بشكره، علموني استفتي قلبك ولو أفتوك، أنا نبي قال الحبيب تصدق حدا. عشان هيك يد الله مع يد الجماعة، بدنا جماعة بأم وبكم. شوي أنا بحب شوي الكويت هيك عن غيرها، هيك نقطة صغيرة، لأن في شي 50 كتاب بخط إيدي ما أنا كتبته، وما فيني إلكم شو حب فريق ومحامي كوني دولة يعني، بس تبع المحكمة كلهم بيسجدوا بيعرفوا إنه ربح الدعوة. يعني ليش سرقتني؟ لو ما معي مصاري سرقتني، لو ما عندي ولادة سرقتني، جمعت لانش. عشان هيك بدنا نرجع نعيش أفقر الفقراء، أغنى الأغنياء. كنا عايشين مع بندر بن سلطان، وهي في الفيصل رحت على أمريكا معي 15 دولار. وعدت ربطي حالك علينا يا حبيب قلبي. أنا بقول فيصل الملك، بندر الأمير على المصير. شيلوا الألقاب كلها. أنت الملك يا مالك الملك. قالت لي هاي فيصل
احلى بيت في فرجينيا راح اشتريه، هو كثير يحبني، اغلى بيت هو اللي عم بيته، وعشت افقر الطلب اللي بده يجي لعندي. قلت له انا حاكم العالم بوش كل وقت. هذا الوقت اللي بتتعرف على انسان يلي هو حاكم هالدنيا، هو بيعرفك على غيره. انا عندي حب لبيك يا بشار الاسد. قال له اذا في ارمني واحد بكسب بضل كسب للارمن وبيحكمها هالارمني، اذا حدا بسوريا بيسالك شو دينك بيحطوه بالحبس. سياره على الطريق ما في، دبر حالك. بكره بدي ازرع بطاطا بحما، ثاني يوم راح بحما زرع بطاطا. نعم، بدنا نحمل هالباسبور اللي رح تعمله، هو باسبور عربي مثل الامريكي على كل العالم. احنا مش عرب ولا ارهاب، اللغة الكونية رح تكون عربي، الأجانب هتعلم العربي لأن هي أكاشيك ريكوردز منزلة. وقت إجا الحبيب لعزتنا خديجة قال يا أنا الله، يا شفت الله يا أنا مجنون. قلت له ثلاثة ناطرينك وراها بالبحيرة وكله، كنت يخذ له أكل وصلصخ خطف وخطف أسرار مع العرش. هالأسرار كلها بالإنسان بالجنين، مين علمه لهالجنين يطلع من بطن أمه ويرضع وياكل ويبكي؟ بس بي بحكي الام ببلت الحلمه بيقول له برب دي 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 شو بدك فيها يا جان، انا عم بحكي معك. هلا راحت الامومه والابوه والطفوله وكله، ولكن الحق سيعود ولو على يدي كافر يعني كبر يعني غطى. حضرت مؤتمرات كثير مع جورج وشاور ونشوف شيء بوش ونجاب أهم العلماء في العالم. وقلت اليوم على التلفزيون برمضان، إذا مش رمضان عم بتشوف إذا رمضان، ولكن إن الكرامة قليلة. كل اللي بتشوفوه محطوطين ببيت الله، كل كتب مريم وكل التلفزيونات أو الفيديوهات وهيك خلص كيلاني بيلقطهم كلهم. بدنا نعمل مريم نور، بيت مريم نور، وهن اللي راح يعملوا عمره 8 شهور هاي بتساعدني. من المهد الى المهد ومن اللحد الى اللحد، وبيحكوا لغات كثيره، حتى اندي جروس هوم سكولينج، بس ما بياخذوا عرب. هلا شوي ها عم بيلطفوا الاجواء، بيقولوا ما عم حق ما عم حق العرب ما عم حق، يعني تشوفوه اذا منه اسلام الله منه فطره. المسيح وقت قال لتكن مشيئتك اهتزت الأكوان فرحاً وابتهاجاً. أي كتاب بتقروه من القلب للقلب مع العسر يسرى، مع العسر يسرى يا حبيبي، كله في قصص وفي نكات وفي حكايات، كلهم مكتوبين بكل الكتب. أنا يعني بجنينة الله، بجنينة بالحديقة بالبستان، ورفع الميزان بالإنسان. نحن من مملكة الحيوان، قريبة من البقرة، قريبة من السعدين، قريبة من النملة. إذا بتأذي نملة زيد الله، كيف بتطلع هالنملة أنا بالطابق الخامس ومعي فرشاية بحطها بإيدي وبرحطها بالزريعة؟ بيتي الوحيد بالمنطقة هون كلها يلي البلكونات كلها زهور وزريعة، وفي بلاستيك وفي حريق. قالوا لي هن الأولاد، قالوا لي تيتا حطي زهر بلاستيك، الله موجود بالبلاستيك، إذا الله ما بيحب البلاستيك، البلاستيك أقوى. سيليكون، هلا في بيتزا سيليكون، في أكل سيليكون، في كتب سيليكون. أينما توليت هذا ما شاء الله، كنت فتش وين في الله، فتش هلا وين ما في الألوهية، مش الله اسم، الله فعل، الله على الوعد بالعبد بالنهر. إجا أبو العبد صار يفتش عليا بطلع، لك يا أبو العبد وعد بالنهر والنار بيقدر نزور، قال لنا هاي دي مرتي وأنا بعرفها. بتروح دائما عكس التيار. هلا كل السياسيين يعني نبيه بري، ما تعبت من هالكرسي يا حبيبي. انا لازم هلا زمن التوحيد، ما في سني وشيعه، سوشي سنه شيعه. في واحد بايران عالم كبير بيت حمى سرميته تحت باطه، شو حمى السرميه؟ خيبر. كيف في واحد سني برا سرقه؟ قال له على زمن الرسول، انت لا تحكي عن زمن الرسول، لكن في سني ولا شيعي. قال له خلص الموقف، شو تعمل؟
نحن عملنا ألف طائفة وطائفة ومذهب ومذهب، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. يا واقفا عند أبواب السلاطين ارفق بنفسك من هم وتحزين، إن كنت تطلب عزا لا فناء له فلا تقف عند أبواب السلاطين. يا حبيب قلبي كلنا بالكتب بقلبنا بقلبك، عشان هيك هلا الكتاب اللي اسمه الشر موضة. نعم يا هب نقطع الموضة، سيب ألاف واختلاف واختلاف اختلاف ما في رحمة وبأربح صبا. إن شاء الله بدي أعمل أرجع برنامج بأي تلفزيون اسمه بق البحصة ودق البعصة، خلصنا كلنا حاطينها البعصة فينا، ما في كلمة بتلاقوها إنه هي عيب. لا تقولي خرع قولي حذر يا خيي خلي بري، ما في كلمة ما إلها معنى. وانكحوا ما طاب كتاب النكاح، ما في كتاب، ما في كتاب هالعربي إنجليزي، في كتاب اسمه Next. يا حبيب قلبي هلا ما بقي لي ثقة الا بنفسي ثم نفسي ثم نفسي. بيجي على اي بلد عربي بركي بنعمل جماعه او تلفزيون بلا دعايات او بلا تجاره بالانسان الشاشه هالشاشه، والله بيرزق الصدقه الصادقه. نعم اذا كلنا بدنا نروح اكثر كلمات الارمان عند أهل أي أرمني من الأكرام حكمونا 450 سنة وبعدنا محكومين، ما عنا استقلال، عنا استغلال. نحن بلبنان رحت كهرباء اشتري كهرباء، نقطع الماء اشتري ماي، جاي الحرامي ورحت حرامي. احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي. هالفيديو هيدا مش البنت اللي عم بتغني، هيدا الرجال ما ضل حدا ما بكي وما زقى. خلاص عندنا كتير ناس بالأمة العربية اللي أخذوا عندهم علم ذكر الذكر، ليه بدنا نترك ونفل؟ الأرمن عم يرجعوا على سوريا وعلى لبنان، لأنه بأمريكا معهم باسبور أمريكاني صحيح، بس إنه هونيك هاو دو يو دو كيف العمل، هون هاو آر يو كيف الحال. يا حبيبي على جبران النهار قال لي هيك اعطيتيني الكتاب بخط ايدي، بدي اعطيك احلى زاويه بالنهار. انطوانيت الكتاب معي. قلت له هيك رح يصير فيك وبشير جميل. قلت له بنتك ما بتضاين وانت وراها. بس بدكم. قال لي كيف عرفت؟ قلت له انت قريب. علم اسمه ميرور جيزنج. ميرور جيزنج. تصيروا تشوفوا الكشف الله حطه بكل انسان. هلأ هيدا الزمن الأرضية هيدي كلها عم تنكب. انتبه رقم 44 شو عمل أوباما، أسود وأبيض ومسلم ومسيحي، ورقم 45 ضحية الجهل. كلنا نخدم الشيطان. وقعي أمريكا ما بحب وقع حدا. ولا تحسين خياط صاحب النيو تي في شيل أشحطة، قال لهم التلفزيون مش إلي هي للشعب. بالملايين الناس بتسمعنا هلا وبتشوفنا على التلفزيون، اذا في هيك حظ حضرة للحاضر، اذا كنت حاضر بيجي لعندك الله هرولة. احنا مش موجودين، الوجود السجود الساجد الجسد لجسدك عليك حق. المسيح تجسد وصار انسانا، ما تطلع بامه ولا شربك من الفقر. بعدين هيدا الرحم هو المطار، يعني إذا بنتي على المطار 9 شهور تضل كل حياتي أتحكم فيها وأنا أتحكم فيها. أنت بنت بالروح وأنت حبيبة قلبي، بس يعني مع المصاري كلهم بيرقدوا. لقلي منا بالمال، لقلي بالعقل كيف بتصرف بهالمال. هو عم يحكمني أو أنا عم بحكم؟ قال له انت مين سيد على البقرة انت؟ قال له انا سيد على البقرة. قال له فلت افلت تركته وراها. كلنا وين النوايا؟
صب النية ونيم حد الحية، نيم بالبرية بدوي أخو اللي حميك في صب المخفر. يا حبيب قلبي أنا سكراني بهالكتاب الشر موقع، فيني إلكم بكتب بسكر برجع بقراهم. يا حبيب قلبي حتى الكلمة اللي بتطلع غلط بلاقيها بتغط بمطرحها، ما في غلط. عصفور على الشجرة ولا عشرة باليد؟ لا، عشرة باليد ولا عصفور على الشجرة، خلي دبق وبعدين بيروح بي وبقوصه. ولا حلزوني ولا ودي البشر مثلنا ما بيأكلوا بعض، ما بيأكلوا بعض. احنا ما عنا قوافع، عنا أنياب أربعة بس عنا مطاحن كتير. عشان هيك نقرأ أي كتاب لكمال جمال أو أشعار مريم نور يلي بحط فيه العلم، علمان أبدان وأديان. مضغ 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 بدنا ناكل قمح وشعير، احنا شعب مثل العالم. هلا لأنه صرنا كونيين، قمح شعير رز، رز بيطلع بمصر، في نوع بيطلع بلبنان، ما تصدقوا ابدا 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 في حدا اورجانيك بلبنان، كلهم غلطانين. ما راح لكم كذابين وحراميين، ما حدا في تعبئه 99.99 الا سرقوا كذاب وحرام مني. عشان هيك بتستقبل وما برد على عيني ليت سخيف. محمد كيلاني روع الارض، في حياه في احترام العلم، ان البدء في من العشيق كلنا. لكن في ألقاب، وأنا الدكتور وأنا المهندس وأنا 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 أعطي إدوني أبدا. غذاؤكم دواءكم ودواءكم غذاؤكم، والغذاء والداء بيت من ثم يطلع من باب النطق إلى مخرج. أمي على زمان، أمي من 100 سنة كانت تتأرفص، كان معنا بالتلفزيون حفيد شهيد هي الدي جدي ولد أمي، هي مارسة دقوا بالحجر وتربطه سلوا سعمين واحد نمزي، وأربعين يوم ما حدا يشوف الطفل إلا الأم والبي وأهل الأم والبي. هلأ بيصوروا الطفل وبيبعتوا لكل العالم. يلي ما عنده أولاد بيحس له نصف بالقبور ماتوا من الحسد والسحر. سجل الأنبياء مستفئا، أنت اختبر اختبار سبق التعبير. هلأ فيني قلكم يعني بس يصير عندنا جماعة الجين صلوا في بي وتشوفوني، تشوفوا لا بحمل القلم ولا ورقة، الفايض بيجي مش من حيض وغايب، يعني من حول إيه يلي أعطانا النفس تيتا يعطينا النفس. نعم نتنفس من موت، عم نتنفس. أوقات بحب هيك تجراني أو ما فرحاني بفتح البراد الليجي تأكل شيء. أنا إنسان أو إنسان بأكل تأعيش أو بعيش تأكل، خد نفس. الولاد بينسوا الأكل ومتغدى، امبارح تغدى عجبتك المدرسة ماما؟ لا قال ما خلصت، بدنا نرجع نروح. يروحوا يلعبوا مع أصحابهم. We are here to play، هي ده كتاب بالإنجليزي يعني نحن هون حتى نلعب، بس اللعب من القلب. نفس ما نقعد نفسر ليش الشجرة خضراء؟ لأنها خضراء. ولد صغير شاف رجال كبير عم يبكي، ترك أمه راح قعد على كده، أمه شو عملت؟ لا أعتقد عرفت شو قلت له، قال لما قلت له شي تركته يبكي خلاص. المسيح بكي كلنا بكي بات، هيدي الدموع إذا ما نزلت من العين ما بتغسل العين. انتبهوا فيك تشرب خمرة فيك تاكل شو ما بدك، إذا بتعرف يين يان ذكر وأنثى. دقوا بالملح واحكم ملح. لو أنا مش عم بشرب خمرة يا شيخ مخضوب، أنا عم باكلها حتى بالكاسة ومعه معلقة. الخمرة خمام خمير خميرة،
غير اللي عم تشوفوه في لبنان، بيعملوا أحلى مبيل وأحلى بيرة. وشو أخذنا مرة ومطرح شربنا خمرة، معنا واحد مسلم قال له هاي مش خمرة، كل أسبوع ونصبوع. ودان خل التفاح حطوا بقنينة ويسكي، بقنينة شمبانيا، بقنينة. كلنا بنعرف إنه أكلنا لازم يكون 60-70% حنطة كاملة، 28 ضرس وسن بحياتنا بدمنا. هلا 32 و32 64 8 ب 8 64 رايت اوف 8. ولادنا حاملين شنطة على ظهرهم، يا حرام. كلهم حاطين بريسز أكتريتهم، يا حرام. حطوا هولدا كلارك قلناها عمرها 88 وهي رئيسة ماكجيل يونيفرستي بكندا، يعني تنشر الإسلام. ما بتعرف شو الإسلام، بس الإسلام هو الفطرة. ليش رفع الأذان الحبيب الظهر؟ هذا بلال أسود عبد، وبلال ما بيعرف يقول أشهد، وبيقول سي أسعد. حبيبي ليك تم المكان الأخلاق، قال له معكم حق، السين عند بلال، الشين عندهم. باب مديني وباب السلام عليكم 11 و 3 عليكم السلاح عليكم والواو اللي حيكنا. نعتذر من كل فناناتنا، نعتذر من كل رجال الدين، ونعتذر من كل واحد عم نعمل لهم اللوم لعبة أهل النوم. كلنا غلطانين. عصفور ما بيتعلم إلا ما يغط من شجرة لشجرة، من نار لنار، من فلقة من عالجمر. قال وقتها حاكم الإمارات ما تحطوا كهرباء على الشجر، أيدي أمكم الأرض. ومرة أجا واحد بده يتعرف على عمر، قال له أنا جاي أتعرف على سيدنا عمر، قال له أنا عمر قاعد تحت الشجرة، قال له هلا ادعم تقلده لعمار، اسكت، قال له ما عاد حد، راح حط راسه وهيك وهيك ومسك عصاية ذهبة وقال لهم إجا واحد قال نار سيد، قال له في واحد برا عم بقلدك، قال هو عمر، قال له واحد كذاب منافق بلا أخلاق. هيك المجدلية واحد مع المسيح بيجي بسكري غسلت له أجرابي أغلى عطر، قال له ليش عم تغسل لك أجرابي هالقنينة هيدي أغلى عطر أغلى، قال له عم تغسل حالة مش عم تغسل. قلت له ما حدا حبني غيرك، ومشيت معه وتركت كل شيء. وهيك رابعة بنت البصرة عاشت بقوة، يجوا لعندها من كل العالم. طلعت مرة لبرا وحمل الأندية، شو بك يابا؟ قولي لنا. قالت له ضيعت إبرة. قال له واحد وين ضيعتيها؟ قالت له ضيعتها جوا بالكوخ. قال له ناخذ الأندية لجوا بنفتش عليها. قالت له على الأندية بتاخذوا، بدك تفتش على الإبرة، بتعرف تفتش على الإبرة. بس اللي أنتم مضيعينه منه برا، رح يجوا جوا. خذ نورك لجوا. رحلي داخلية، جلوتي في خلوتي وخلوتي في جلوتي، تأمل ساعة غير من عبادة 70 عام. ما حدا قال غير الحبيب القابض على الجمر، قال الحقيقة وما خاف، ما خاف. قال لهم بتاخذوا جسمي بتقتلوني، وهيك محمد كيلاني، وهيك كل واحد، وهيك أنطون سعادة وجبران ومردار، كلهم مستنيرين بإيدهم المصير. وين الضمير يا مصير؟ يلي بيشوف الله ما بده عبد الله، يعني ما حدا لا حدا وما حدا مثل حدا. هديه لا ترمي مجوهراتك للخنازير بقى، خلص ما بمد ايدي على جيبتي بقى. بدي انسان من قلبه حد بالاشرفيه تبس الزر بيصلح لي لابتوب، او شي مره هيك بعمري، مش بعمري انا 85، بس
هيك بالأربعين خمسين مش معي يكون أخذ الروح، تعرف إنجليزي وتعرف يعني هالعلم عنده معرفة ومحبة له، نعيش سوا، بدي جار جار لجار لو جار، عيشي وحدة من عشيق بسمة ويلا من خلقني بيحميني. وفي ولد قال له لبي يا بيي كل يوم بتقرا بهالقران بعدك مثل ما تغيرت ابدا، خذ هالسله واكذب بمي، قال له بتجيب لك مي بالسله يا بيي، شفت انك بعدك بهدل ما عم بفيدك القران ابدا، قال له خذ انا بيك وعم بطلب منك هالطلب ساعدني لو كنت غلطان، راح تجيب مي ما وصلت المي، قال له جاي مره ثانيه ما وصلت المي من الامان ما وصلت المي، قال له اطلع بالسله سنة الولد، قال له ايه كان فيها شيء اسود، قال له هاي سلة فحم المي نظفتها، وانا القرآن هو بينظفني انا ما بفهمه هو بيفهمني، هيك زح ايده قطع راسه، واذا كنت اول نام على اليسار انا بنام على اليمين او على ظهري، سورة البقرة سورة الطارق انا الطارق، سورة صاد كل كلمة في القرآن الكريم كريمة كثير، وقال له لا تكتب القرآن يا عثمان يقرأ كل منكم القرآن كل الظاهر والمظاهر المفقود والموجود، قال له بالنملة يا تيتا بالنملة العنكبوت يا تيتا أضعف المخلوقات قيمة عاقلة وأحسن المخلوقات، عمية ما بقول هيدي عمية حط إيدي على عيني لأنها بتشوفني، قالت لي أنا بشوفك من الناصية، حطوا إنديكوز حطوا هون سكولين، شوف كيف بدنا ننشر هالرؤية رؤيتي. مرة أنا طالعة من عند السيفي ورح على المطار، صار اللي على الباب وقف نكست نكست نكست، إحنا مش نكست إحنا إنسان ولو عارفين كلهم إني أنا كنت معه وجاي، رجعت له سوري أمريكاني دغري مرأي، قلت له أنا ماني ناكست وهلأ في كتاب اسمه ناكست، عارفني نحنا مش عدد نحنا عدة، مرة سبوني كتير أنا ورايحة على المطار كمان ومطرح تاني بليبيا، بعدين قال له واحد لا بقى بدنا كتابة ولا بدنا نقرأ من كتابة، قال له معك حق وأنا كمان ما بحب، جيب كتاب تاني لمريم، قال له هيدا كتابة بدنا إياه، هيدا لمريم أخير كنتم أي كتاب لمريم مش مريم الكتب، هلأ عم بعمل كتب صغيرة هيك بده أفهم مني وأرحم وأعلم وأكرم، إجا بنسميه معاق أش من بطن أمه كل الأمراض وطلع بلد قالوا لا لا أي ولد بتحبي ابن ولادي، قالت له المريض طيب يشفى طيب يحضر والصغير يكبر، خذي هاي التفاحة وطعميها لأحلى ولد بالمدرسة، راحت عملتها لابنها، هذا جزء منها اكستنشن الولد من أمه من بيه، بي عند الأبوة والأم عند الأمو، بس هلأ لا بي ولا أم، بروح على الأبسي وبشوف ما بيوجعني قلبي بحس رح أوقع رح أرجو برجع دغري على البيت، الأم عم تعمل شوبينج شوبينج، الولد مع الخادم وعم بيركض، هيدا بيسرق هيدا بيأمر، هل بيسرق الأم سموه سيسي لأن أنا وياه إن جوزي وأنا مرته وما بنعرف غير بعضنا، بس أنا باكل هالمطعم أنت هيدا المطعم، من نطفة منا نطفة منا خليفة جيفة من نوايا فلان وفلان، هي النوايا المانيكير والبيديكير على ضفيرة يحطوا هالنايلون، لا صافي مية من إزاز ملغ، والأم والتيتا تطبخ بالبيت وأنتوا ساعدوا إحنا بنساعد بعض، هلا ما حدا يعني أنا عم بتعذب كثير بالبناية مني مسلقة إمتى فيلا وين ما بعرف، بس فمطرح بدي أعيش وحدي طبخ حد يكون حتى بطوخ يلا هيك هيك طلع على البدر وعليه،
قال له خليك بعيد، حطك يزيد فينا نعيش بيت بيت. لا نكون جيران، جار لجار لو جار. خلص أنا الوحيدة وقت أعلمك شو الوحيدة بالعالم اللي عندي. لا من بيس بيس الوحيدة اللي عندي سمية وحدة كيف استجع عليك بتشوفه. ما بقى يسأل حدا أورجانيك بتصحوا عنده، بعثوا لي من الإيميل بعرف أشياء كثيرة من الدراسة. بدكم تحطوا الصدقة من أي نوع الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بالصدقات وبالزكاة مثل مريم مع الأمنة بكل كثير كثير. ما بنام عند رغيف، ما بنام مع ليرة، ما بنام لأعطاك الفتسياحي بالنفس. نعم في ناس بعثوا لي قليل كثير، في واحد بالكويت لو ميمة مع رغيف كان هاليومين ثلاثة. خلص يعني الله بيرزق والرزاق. إذا الذين جاهدوا بأموالهم بأنفسهم بالصدقات وبالزكاة مؤسسة أمريكية السلام نور بأمريكا سما سنتر سعودي مكروبيوتي أغلى بيت وأفقر ناس وأغنى ناس وأغلى ناس أطفال إلا بغالك يجي العالم. عجبوا بتشوف الطاقة، إجا واحد بده يموت هون عندي بالبيت هلا بالأسابيع مثلا ما عم يحكي. وأمه بيو أغنياء كثير وما عندهم غير هالشاب هالصبي. بقيت نهار السبت طلع ثاني سبت قلت له ما في كهرباء، قال لي أوتو أونت وراح أمريكا. عايش بفوخ. نعم غذاؤكم دواءكم ودواءكم غذاؤكم بالنوي. راح على كونا ما استقبلوا. على بويا هني بيبو بحبيب القلب. بعدين اجى لهون على لبنان رجع يخبص شوي بالاكل واجى حطوا باغلى مستشفى بيبو هيك قال ثاني فيني موت عندي في كل مكان. هيك بتعرفوا الموت هون موت الموت. يا حبيبي يا حبيبي قريبا ان شاء الله بس يتصلح عندي البيت هون. يعني بعمل عزل عن الدخان، عزل عن صوت الناس، عزل هيك يرجع بيجي أي حضرة لأيوب. يا حبيبي يا صبر أيوب. في واحد تاني كمان هلأ موجودين بلبنان بس بدي أنا أرتاح. يعني مازال هلأ كلاني نهار الأحد مثل اليوم وفي عنا إزاعة وتلفزيون. نعم خلص على كف إيدك. مرة كنت بالطيارة وقال الكابتن نحن بخطأ. طلعت الشباك قلت له لا حريق ولا غريق ولا تشرحوط على الطريق. كانت تقول خمسة في بنت قدامي صغيرة ما حطت هاي الله ما بحط الفضل. رفعت ايدها وقالت قالت لي امها ما بتحكي هاي عادة بالبيت ما بتحكي برا ابدا. قال الكابتن مدري شو صار رجعت حسنت الطيارة لعنده هي حقيقة. قال لي بس بالمسيح حقيقة. قلت له المسيح قال أنا أتيت لأنك أنت مسيح كلنا ممسوحين مشح. مين ما عيط لك يا محمد مش يا وطن محمد أحمد محمود يا حج يا حجة. والله ما حج إلا ناقتي وأنا وإعرابي من البصرة. اليوم قلت أنا زمان ما بطلع التلفزيون بس حقيقة ما بدها تريح كل لحظة تقول آخ آخ. يعني يا خي وين يا خي الذي لم تلده أمك إلى الصديق. من السهل أنك تفتش على صديق من الصعب أنك تلاقيه. القابض على الجمر أيها الحق لم تترك لي صديق يا حبيب قلبي. عشان هيك رجع بطلب منكم اللي بيقدر يساعد ويعاون خلينا نحط السلام عليكم مش السلاح عليكم. شخير الموت بتدفع الثمن وفيك تعرف هلا وين رايح على اي برزخ مع مين رح تكون. ميرور جيز بعتوني الي بس ما تبعت ايميل عم بسكور عم بسكور ما ادري شو ما قريت اي اسم بدك احمو ست غير 20 كتاب لاقوا شو اي كتاب بعد بدك ما بدي اسمع. واحد بالمليون
من جديد كده. خلينا نتعاون على التليفون، ما بريك إلا إذا بعت إيميل وشفت إيميلك أو إيميلك حقيقة أو هيك شيء، نتعاون نبلش نسرح. سلام، حضروا انتبهوا من الفاكهة وكتاب بط I love fruits، ما رح تصدقوا لما أنتوا تختبروا. بيغرب تقول يا الله مظبوط مع حق مريم، هيدي مش مريم اللي عم تقوله، الإمام علي قال عامل بالضبط. لما نعرف ذكر وأنثى ابدأ بالملح واختم بالملح، المسيح قال أنتم ملح الأرض، إذا فسد الملح شو بدنا نبدأ؟ أنا ما عندي صرف ونحو، عندي حذف ومحو، مش هيك بدي هاللغة البسيطة، ممكن تكتبي لغة بسيطة من القلب للقلب، ما حكش تقدر تضفرها. لا تتكلوا على حدا ابدا، ما تصدق حدا في اورجانيك ابدا. في اشطر زوم شوي بالكويت كذا محل بيستقبلك اللبناني لانه بيعرف يستقبل، بيطبخ الطلياني وعندهم احلى ورقه وقلم وستيكرز. عايش بامريكا، بدبي كمان وبابو ظبي، هلا صار في وين مكان امريكا عالصغير، بس نحن كل العالم وفينا انطوى مستوى العالم الاكبر. ربك فكبر، ربك فكبر، يمين يسار يسار يمين، مودته تدوم، مودته تدوم. كتب معين الدين الششتري أي صفحة، سورة صغيرة سورة سورة في القرآن الكريم الآخري. أنا بس حدا يسب السلام بالبسيط بدو إيه، معك حق معك حق معك حق، ذاك إذا هلأ عم يسب رئيس الجمهورية وما تقول لا الحبس، خبره كيف هيدا جاره بالنسبة لي كل يوم كل يوم. هي الإسلام، هذه كلمة من المحيط، ويا محيط حيط، الله بيجي هرولي لعندك إذا أنت بتطلب الدعاء المستجاب. طيب تلو المسيح هيك بس كلهم جهلة، يعني نحن عدوبة نجهل، حرقنا جاندات ورجعنا عملناها قديسة وهلأ هاي وبدل العطشانين، العطش بيخلق عنه النعس بينينه، الجوع بطعميك، بنت بتعري تحافوا شيء نهار مشو ساعتين ثلاثة أربعة مشي حافة. هلأ بتعرفوا الشرق برحوا الإسرائيل عم بيكب كيميكال دراجز، فينا نعيش مطرح شيء ألف متر ألف خمسمية وألفين. الأرض بتتقدم يا أخوتي، حط النية انصف النية، لأنه كل من عليها فان وأنا فان الآن، ما بعرف بعد لحظة إذا فيني أتنفس. إذا كل واحد منا يفكر شو ياخذ معي على حسن وخاتمة على القبر، لأنه بشخير الموت بدي أدفع الثمن. لا تغالي إلا بالغالي، من بعد ما تشبع. هو شو صار عنده كان 100 روز روز، شبعته متى متى شبعته إيه؟ هلا رجع عن شبع مش عن طمع. قال لهم أي أم إيه محمد؟ عمره 9 سنين فات على المسجد، اجت إشارة قالوا له أهلك جاينا، شو الإشارة على قيطة هون إشارة بإشارة، قالوا له أهلي جاينا، أنا إيه محمد، كل واحد محمد، كل من حمد الله إيمانا واحتسابا هو محمد، مسيح موسى وعيسى وزينب وفاطمة كلنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إذا بتقول إن شاء الله انتبهوا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إذا قلت شغلي وإن شاء الله ما بتعملها قبل ما تنام، بس الحمد لله والشكر لله. انتبهوا بكلمات كتير بتسكن لب الألباب، هذا التطور والتصور. فصل وصل، ونتصل بالأصول، الأصول هي الجذور وهي الأرض. أشكركم، صحيح.